طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بألف خير. ها هنا يا أحبائي نبدأ عاما جديدا ملؤه النجاح والتفوق واستغلال الوقت. هيا بنا يا أحبائي إلى مادة اللغة العربية. سأقوم بتعريفكم عن مادة اللغة العربية للصف الثالث. كما تعودنا يا أحبائي، تعتمد مادة اللغة العربية للصف الثالث على كتابي اللغة العربية ونصوص خارجية تلائم كل وحدة من وحد البحث. أيضا لدينا القواعد التي نعتمدها من كراسة الطالب. أيضا يضم كتاب اللغة العربية المهارات الأساسية، وهي المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة وأنماط لغوية مختلفة، بالإضافة إلى المشاريع الموكلة إلى الطالب ضمن الحصة. أما محاور البحث خلال العام الدراسي تكون: كيف نعبر عن أنفسنا؟ وكيف ننظم أنفسنا؟ وكيف يعمل العالم؟ ومن نحن في هذا العالم؟ وأين نحن في الزمان والمكان؟ ونتشارك الكوكب. ضمن هذه المحاور سيتم اختيار نصوص تلائم كل محور من محاور البحث. أنتم يا أعزائي المتفوقون لديكم صفات المتعلمون، فأنت متعلم مفكر، مفكر جيد يحاول حل المشكلات وتتخذ قرارات جيدة، تفكر بالأشياء بعمق وتتعلم من أخطائك. أيضا أنت متسائل بحيث تطرح الأسئلة وتحب أن تتعلم وتحب أن تكتشف أشياء جديدة، دائما محب للتعلم ولديك الفضول للمعرفة. أيضا أنت متعلم مطلع، تحب أن تتعلم أشياء كثيرة وتستطيع أن تخبرنا بما تعلمت وتستطيع أن ترينا ما تعلمت، وأيضا تستخدم ما تعلمته في حل المشكلات. أنت أيضا متعلم متأمل، تفكر دائما فيما تتعلم وتفكر دائما فيما تتميز به وتفكر دائما كيف تطور من نفسك، وتأخذ وقتا للتأمل في أفعالك والنظر في العواقب. أيضا أنت متعلم مجازف، تجرب أشياء جديدة وتتحلى بالشجاعة، لا تخاف من التجربة، تستطيع حل المشكلات بطرق مختلفة. أيضا أنت متعلم متواصل، تتحدث عن أفكارك وتستطيع أن تعبر عن نفسك، تستطيع أن تتحدث بأكثر من لغة وتستطيع أن تتواصل بطرق مختلفة. أيضا أنت متعلم مهتم، فأنت تهتم بالآخرين وتساعد الآخرين وتحب أن ترى من حولك من الناس سعداء بحيث تراعي احتياجات ومشاعر الآخرين. أنت متعلم ذو مبادئ، تحاول القيام بما هو صحيح وعادل وتتبع القواعد، صادق مع نفسك وصادق مع الآخرين. أيضا أنت متعلم متوازن، كيف تكون متوازن؟ تتناول الطعام الصحي وتحب التمرينات الرياضية، تحب التعلم وتكون متوازن في الحياة، أي تعي أهمية التوازن في الحياة. أيضا أنت متعلم منفتح، تستمع إلى الآخرين وتحاول التفاهم مع الآخرين، تدرك أن الناس مختلفون. أيضا
تفهم أن الآخرين لديهم وجهات نظر مختلفة. هذه الصفة التي ستتحلى بها طالبي المتعلم المثابر. أما الآن يا أحبائي، سنلقي نظرة عامة على الدروس المتضمنة خلال العام الدراسي. أولا سنبدأ بشهر أيلول وشهر تشرين الأول. لدينا درس الأصدقاء وفي الطريق تحت محور البحث من نحن، حيث سنتطرق إلى مهارات اللغة العربية من الاستماع. سنستمع إلى درسي الأصدقاء وفي الطريق، أيضا سنتحدث أيضا إلى الأداء القرائي الذي ستقومون به وتعرضونه أمام زملائكم. أيضا هناك تدريبات محاكاة للأنماط اللغوية بالإضافة إلى الكتابة. أيضا الكتابة تشمل الإملاء وأنشطة تتعلق بالقواعد الصفية، ولدينا أيضا التعبير يا أحبائي. أما في شهر تشرين الأول وتشرين الثاني لدينا درس الأنظمة البيئية والعلاقات بين الكائنات الحية تحت محور البحث نتشارك الكوكب. أيضا سنتطرق إلى مهارات اللغة العربية من استماع ومحادثة وتدريبات وكتابة والإملاء، وأيضا إلى التراكيب اللغوية والكتابة والإملاء والتعبير أحبائي. أما في شهر كانون الثاني وكانون أول سنتطرق إلى نصي لغة الخلود وأيها الإنسان ومشاعري تحت محور البحث كيف نعبر عن أنفسنا، وسنتطرق إلى مهارات اللغة العربية من استماع ومحادثة وأداء قرائي ومهارات لغوية ونحوية وكتابة وإملاء وتعبير. أما في شهر شباط وآذار ونيسان فسنتطرق إلى المركز الصيفي وأنا إنسان تحت محور البحث كيف ننظم أنفسنا. سنتطرق إلى الاستماع والمحادثة والأداء القرائي والتدريبات والكتابة والإملاء بالإضافة إلى التعبير. أما شهر نيسان وأيار وحزيران سنتطرق إلى مزارع الرياح والباصات الشمسية تحت محور البحث كيف يعمل العالم، وسنتطرق إلى مهارة الاستماع والمحادثة والأداء القرائي والتراكيب والإملاء والكتابة والتعبير. هذه يا أحباء نظرة شاملة على مهارات اللغة العربية. أما التوقعات التي سأتوقعها منكم يا أحبائي خلال العام الدراسي، أولا حضور الطالب إلى الحصة في الوقت المحدد والاستعداد التام للحصة، احترام الزملاء والمعلمين والمحافظة على ممتلكات المدرسة، أيضا الالتزام التام بتنفيذ تعليمات المعلم والإدارة المدرسية والإصغاء للمعلم واتباع التوجيهات، أيضا أداء الواجبات في الواجبات الصفية والمنزلية وتقديمها في موعدها، أيضا أداء المهام الصفية الموكلة لك عزيز الطالب وفق توقعات المعلم. أيضا هناك سياسات يجب أن نقوم بها خلال العام الدراسي وأود إعلامكم بها، حيث يتم تقييم الطالب من خلال العديد من أدوات القياس المختلفة والتي تشتمل على مهارات اللغة العربية التي أخبرتكم بها سابقا من استماع ومحادثة وقراءة وكتابة وإملاء، بالإضافة إلى متابعة تطور مهارات التعلم والتعليم والتي تتضمن مهارات التواصل من التواصل والتفكير والبحث وإدارة الذات والمهارات الاجتماعية والتي لا تقل أهمية عن المنحة الأكاديمية. أيضا أود تذكيركم يا أحبائي هناك مهام إثرائية باستخدام منصة اقرأ بالعربية، ويحتسب عمل الطالب ضمن العلامات الرسمية. طلابي أحبائي أشكر لكم حسن استماعكم، مع خالص الأمنيات بالتوفيق والنجاح. إلى اللقاء.